رمضان كريم والله أكرم على كل متابعي ومشاهدي قناة سامراء الفضائية، وأكيد حلقة جديدة من برنامج جرهم كلش. وهدايانا مقدمة وشركات الراعية لبرنامجنا هي شركة غاليو ما تغلى عليك للعصائر، وأكيد شركة سافو ومثلجات جيلاتو ومركز هاينس، وأكيد دائما يشاركون بيئة التصوير المصور صهيب مؤيد وعلي حسن. يوكم بالتقديم خطاب القصاب بقوياي. مشاهدينا الكرام، اكيد مثل ما تشوفون وصلنا لكم الى اول فقره من برنامجنا، فقره مثل بمثل. خلينا نشوف من راح يشارك، من راح يفوز. نقول لكم رمضان كريم والله اكرم عليكم وعلى كل اهلنا الطيبين. مرحبا. مرحبا. شلونك؟ الحمد لله. زين. اسم بالخير؟ زينه. زينه. مرحبا. مرحبا رمضان كريم. علينا وعليكم. اسمك؟ منار. ها؟ منار. منار. مرحبا. مرحبا هلاوي. تعال نايم. شو اسمك؟ غينا. ها؟ غينا. تعال يمي، تعال يمي. شو اسمك؟ انا جعفر. جعفر. نعم. احمد. علاء. 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 الفقره اسمها مثل بمثل، اعطيني مثل. ما يعرف تدابيره. اي حنطه تاكل شعيره، شنو يعني؟ ما عرفت. ما تعرف. الباب اللي تجيك منه ريح تدوس تريح، شنو يعني؟ يعني دائما ال 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 وين مسببات المشاكل حاول تبتعد عنها، يعني اي مكان يسبب لك مشاكل او اي جانب يسبب لك مشاكل حاول تبتعد عن هذا المكان. يقول لك اللي ما يشوف بالمنخل عمل يعمي. حساس اللي ما يشوف بالمنخل عمل يعمي. قل قدم ثقاب كل شيء بي من وراه، يعني مثلا انت بشوف شنو قدامك، بشوف شنو اللي يعني الحول دار مضرك. ما اعرف. اعطيني مثل زينه. مثل بس انا حطيك مثل محايد. يلا. اكو مثل يقول الف صديق ولا عدو واحد، بس انا اقول الف عدو ولا صديق واحد. ألف عدو ولا صديق واحد. شنو قصة هذا المثل؟ وناس أغلبها تقول ألف صديق ولا عدو واحد، أنا أقول لا بالعكس، ألف عدو ولا صديق واحد، لأن العدو واضح لكن الصديق مرات ما يبينك خيره من شره. أنت رحتي على أمك وقلتي لها اعطيني مثل وغششتك، فما أعرف اعطيتك لو لا. لا؟ اعطيني مثل. ابنك؟ ايوه. الله يحفظك. شو اسمه؟ رامي. رامي؟ رامي. رامي. يلا. ام رامي يلا. ما ادري والله، راح افكر من بالي. راح من بالك؟ ايوه. متى في بالك دائما يخطر؟ الزواج تاع الحب ولا زواج تقليدي؟ حب. حبي له ولا؟ ها؟ حبيها سلا ولا؟ هاي. حبي له ولا؟ ايه. حبي زوجك؟ احبه. لا فرقت عني. لا احبه. اكيد. ايه. الحمد لله وشكر. زين وين زوجها يعني؟ ها ما موجود. ايه. تمام. تعلمي انت اخوها. اي اخوها. زين اعطيتني مثل انت. زين وهي راحت على امها. ايه. وما عرفت تعطيها امها مثل. زين زين انت شو تقول؟ حتفوز زيادة هي لو لا؟ فوز. 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 انت شو تقول؟ ما سمعت المثل. انت تفوز زيادة لو لا؟ اي افوز اكيد. اها. زين ماشي. اعطيني هدية مقدمة من شركة غالية وما تغلى عليكم، هاي أول هدية. أنت فزت اعطيتني مثل المضبوط اللي أريده صح، وهاي أول هدية مقدمة من شركة غالية تستاهل. تريدين شركة غالية لو شركة سافو لو مركز تجميل؟ لا مركز تجميل. مركز تجميل. وهاي الهدية مقدمة. كهربائية. ولا يهمش. هذا جهاز كهربائي مقدم من شركة غالية. تستاهل. رمضان مبارك عليك، يعد عليكم خير وسلامة، ويرفع هاي الغمة عن هاي الأمة. آمين. ويرفع علينا هذا الوباء يا رب العالمين. ترجع الحياة طبيعية إن شاء الله. إن شاء الله. الخيار لك عند شركة سافو وعصير غالية،
وجهاز كهربائي غالية ومركز تجميل، شو تريدين؟ مركز تجميل. شو تريدين؟ أنا خيرتك بهدية، اختاري ما حشش أسوي لك. خالة وأنا وين أمك؟ شطي ذبيني. جهاز كهربائي. جهاز كهربائي. جهاز كهربائي. راجل. اعطيني جهاز كهربائي. هاش. هذا جهاز كهربائي تستاهلي. هاك. وزينة هذا هاي الهدية من شركة زافا حتى للزعلين، تقول هديتها أكبر هديتي أصغر. هاك الهدية لك تستاهلين. وين زوجتك؟ ها؟ اعطيني صندوق من شركة غالية عصير تستاهلون، ما حد حيطلع ويانا خسران بشهر رمضان، كلكم تفوزون ويانا والف مبروك عليكم تستاهلون. هاك دلل حياكم الله تستاهلون. مشاهدينا الكرام وصلنا لكم الى ثاني فقرة من برنامج جرام كل شيء، فقرة ركز وجاوب، ونقول لكم رمضان كريم عليكم ان شاء الله وابقوا وياي. غالية ما تغلى عليك، شراب منعش غني بالفيتامينات. مشاهدينا الكرام وصلنا لكم الى فقرة ركز وجاوب، خلينا نشوف اللي راح يشاركون وياي. شلونك؟ شلونك حبيبي؟ رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك ان شاء الله، عاد الله باليمن والبركة عليكم على شعب العراق اجمعين. امين. شو اسمك بالخير؟ محمد. محمد. علي. علي. حسنين. انت الوحيد تعرف شنو؟ حلقة واحدة تحصل وياي، حتى شوفك ايش حكيت وراح اقول لك انا قبل شوي ايش حكيت. تمام؟ تمام. منتظر. منتظر انت وحدك كم حلقه؟ اه. تمام؟ رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم على امه محمد. ابو منو؟ ابو بارك. ابو بارك. رمضان كريم مبارك. حياك رمضان كريم. اشكرك الله يخليك دايم للجميع ان شاء الله. شو اسمك يا ورده؟ فاطمه. يا صف فاطمه؟ خامس. خامس. متوسط ولا ابتدائي؟ ابتدائي. ابتدائي، تمام. يلا. هسه راح نبدي. ركزوا وياي، الفقرة اسمها ركز وجاوب، ماشي؟ اضحك عافيه. كم لون يتكون القوس قزح؟ سبعة. اعرف سبعة، عدد لي اياهم. ازرق. ازرق. بنفسجي. لا دقيقة خليه، هو ازرق ماكو، كمل. بنفسجي. لا وازرق. ايه واصفر وبرتقالي. ايه. وسمائي. ايه. واخضر واحمر. حلو. تمام ازرق ماكم يا شكلك. يلا بدون البنفسجي، نفس القاهره بس بدون البنفسجي. نفس السيستم الاول. مو قلنا ازرق ماكو. نسيت واحد بس بدون الازرق. ابيض. صار سته. شملين احمر. احمر. ابيض. برتقالي. اصفر. احمر. سمائي. هنا اللي وقف. هي هنا العلة. تمام. شي ساعد انت. مخبوط مخبوط. ابيض. ابيض. اصفر. اصفر. سماي. إيه؟ برتقالي. إيه؟ احمر فاتح. إيه؟ احمر ناري. احمر ناري. ايش على بعمر صار هذا؟ تمام يلا. نعم. الوان القوس قزح. احمر برتقالي. إيه؟ اصفر. إيه؟ سماي. إيه؟ اخضر. اخضركم وينكم؟ بنفسجي. بنفسجي. اي ما شنو؟ ابيض. ابيض. اي بعد واحد. اسود. اصفر. اها صار لكم ساعه واحد اشمرها على الاخ ودايخين. ركزوا وياي هسه سؤال ثاني. ما هو جذر الترب؟ شلونكم بالرياضيات؟ اجلتكم على الجرح مو؟ اي الطيارين والضباط ما ردش عليهم، يحبون نحبهم ويحبونه، صحيح مو؟ صحيح مو؟ ما هو جذر التربيع للعدد 144؟ 12 متأكدة؟ 12 ما اعرف. احبك وانا هم حبني ما اعرف. انا وياهم شر هم احبكم. لازم 12
باقي الاجوبه. شو اسوي؟ الجواب صحيح. معش. اكيد. ان شاء الله. عاقب يمك حعجلك اياها مرت اللخ. اكيد 12 هم قالوا 12 انت ايش مدرك فازوا؟ 12 ايش قد؟ 12 قلت لك 12 انا. اكيد 12؟ اكيد 12؟ اي 12 صحيح الجواب صحيح. هسه انتوا تعادلتوا اثنين وهم واحد. سؤال ثاني الثالث. يوجد حيوان مفترس اذا اصابه الجوع عكس صغاره فما هو؟ القط. غاب القط العبياض صار. صح. اي اي بس هو ياكل صغاره ترى. بس هو مو مفترس بس ياكل صغاره. هم ياكل صغاره. اي ياكل القط صغاره. اي اي القط ياكل صغاره. صغاره. فكروا فكروا فكروا. الاسد. الاسد ياكل صغاره؟ اي صدق والله. صدقني ودعتك. الاسد. الاسد؟ العنكبوت. العنكبوت ياكل صغاره؟ اي. لا حيوان مفترس. يا اخي انت احبك. انا ما احبك. شوف الضبع. الضبع؟ اي. الضبع. زين انا واذا اقول لكم هو النمر؟ شو تقول لي صح ولا غلط؟ كيف؟ النمر. النمر. تعال امي. السؤال الاخير. ما سعة جسم الإنسان من الدم؟ إيش قد؟ كم لتر؟ نسبة نسبة تريد؟ كم لتر؟ النسب الدم؟ الدم 95%. ما سعة 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 كم لتر؟ كم لتر؟ لتر. أنا أعرف ال 60 ستة؟ 60؟ لا 6 لتر. 6 لتر. 6 لتر. معقول انا بس بدخل 6 لتر؟ ما ادري ايش قد؟ يعني 5 لتر. لو 9 لتر. مع حزوره دي. لا لا 9 9 9 5 عافيه 6 صحيح. اعطيني هديه وانا اعطيني هديه من غاليه وهالهديه مقدمه من غاليه وما تغلى عليكم تستاهلون. هاي اول هديه مقدمه من غاليه تستاهلون. تفضلوا ورمضان كريم عليكم. اشكرك الله يخليك. هذا المخرج. هذا المخرج. تعال امي تعال. تعال فمك. جيتك. شو تشتغل؟ انا حاليا. زين. كل شيء ماكو. بين انت فطرت وطلعت. اي. اطيب اكله تسويها امك كلها شنو هي؟ كلها طيب. اطيب اكله لك تحبها. انا كل شيء احب. ها؟ كل شيء احب. اقول ولد يعني انت ماخذ لكم صخره شنو؟ تصرفوا علي اصرف عليكم. ها؟ شنو السؤال؟ السؤال قبل ايه؟ عمل نفسه. العمل لو الاكله؟ الاكله. الاكله برياني. برياني. برياني لحم ولا دجاج؟ برياني لحم. شلون انا وياك وجهك انقلب احمر؟ والله تجيني بي. برياني. زين شو رايكم ببرنامج شباب؟ البرنامج جدا رائع. انا حتى ما تروحون هيك حاعطيكم صندوق عصير بالطريق مو تضوجون. شو تسوون؟ نتذكرك بي. بس يارا اشربوا. وهذا غاليه وما تغلى عليكم هذا العصير لكم. تسألون باوع هذا لك. ايه انت جاوبت بمزاجك تطيهم لو لا؟ ابد. هذا اللي اريده. حصلنا هاك هذا العصير لك. الله يحفظك. هاك الله يحفظك. لا 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 هاك. حياك الله شباب. اشكرك يا قلبي. شكرا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا حبيبي. حياكم الله. شو رايكم بالبرنامج؟ لا كلش حلو. جيد جدا. ومن المتابعين طبعا القناه سمراء الحمد لله. حياكم الله. الله يحفظك. ممنونين جدا. ممنونين ممنونين. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم الى فقره المحابس. خلينا نشوف منو اللي راح يفوز ويانا حتى يفوز ويانا بهاي الجوائز. ابقوا وياي.
شلونكم؟ الحمد لله. رمضان كريم. علينا وعليكم بالخير. اجمعين ان شاء الله. الله يحفظك يسلمك. شلونكم المحبس؟ نص ونص. نص ونص. شلونكم المحبس؟ زين الحمد لله. زين زين ان شاء الله. تمام. رمضان كريم. الله يسلمك. شلونك؟ زينة. شو اسمك؟ ملك. اكثر شخص مخرب عليك امك لو ابوك؟ ماما. زين وابوك؟ لا اكثر ما حد وماما. ابوك. الراتب يمه. ابوك موجود هنا؟ اي موجود. اي زين ابوك موجود؟ اي. هذا ابوك؟ اي. تمام يعني هسه تفضلين امك على ابوك. إيه؟ وابوك يركض ويتعب ويجيب الفلوس تقولين امك؟ هاي صعبه حجيه. شلونك حجيه؟ الحمد لله. شخبارك؟ الله يسلمك. حجيه شلونك بالمحبس؟ والله يعني اطيب اكله تحبيها شنو هي؟ هاني؟ اي دولمه. طلعت الدولمه ماكو عراقي ما يحب الدولمه. رمضان كريم. عجمي. شلونك؟ الحمد لله. اطيب اكله تحبيها برمضان؟ البرياني. فقط؟ البرياني. بس كل الايام؟ لا لا بكل الايام. كل الايام. جاهزين؟ جاهزين. هسه راح افطر عليهم ابيت المحبس. يلا تمام؟ يلا. اعطوني ايديكم. حطي فيك. يلا. اها. اها. يلا. ما شاء الله كله محابس. يلا. الك حق على فكره الك حق تقول المحبس منا تاخذه. قبل تطلع المحبس. هاي خمس محابس. يلا اختار. تقول المحبس هنا تاخذ انتهى. تاخذه من هنا؟ اي من هنا. هنا اي. اي هنا اي. يمن المحبس. الثاني اللي حبيت قلت له. ترجف جبنا ترجف. انت ايش فيك ترجفين؟ يلا مدوا ايديكم. مدوا ايديكم. اتباعون. اه. يلا سدوا تمام. يلا بات. الك اللعبه. الك حق تطلع المحبس من فلان. يمين هذه من اختي؟ اي يمين المحبس؟ انت ايش فيك ترجفين؟ لا والله ما داعي. فزتوا ويانا؟ هسه ثلاثتكم فزتوا العائله فزت وياي تمام؟ هسه ارجعوا لي ورا. خسرتوا؟ اي خسرت. تمام؟ لا ما راح اعوفكم هيك راح تبقون تشاركون ويانا ويا شباب. اعطيني اول وين الهدايا؟ هاي اول هديه لك مقدمه من مركز هاينس للتجميل. روحي لا تقول لابو اعطيني فلوس ولا لابو اعطيني فلوس. هاش تعال يمي تدللين. حجيه شو تريدين؟ صندوق عصير من غالي وما يغلى عليش لو جهاز كهربائي لو شركه سافو؟ لا شركه جهاز كهربائي. جهاز كهربائي عم يعطيني جهاز كهربائي تدللين. وهذه الهديه زين. وهاي الهديه مقدمه من عصير غالي. زين شو تريدين؟ سافو. سافو اعطيني سافو. وهاي سافو. شكرا. تستاهل عادي تستاهلين. شكرا. عليكم. شكرا. حياكم الله. شكرا. يا بيش احنا ضربنا بوري. بعدكم انتخابات فازين. شكرا لكم. باي باي. باي باي. تعالوا يمي. تعالوا تعالوا تعالوا. قلنا لكم قولوا بالناية. شلونكم؟ زينين. شو اسمك؟ مقتدى. وانت؟ سجاد. وانت؟ كرار. اوقف عدل. الفرصة يمكم. اوقف هنا. الفرصة يمكم. راح ابيت محبس هنا. اذا طلعتوا المحبس مرتين راح تفوزون انتو. واذا ما طلعتوا هم راح يفوزون. متفقين؟ اه ايه. يلا. بات. واحد معكم. منو؟ انا. تسحب المحبس تقول المحبس هنا تاخذه وتجي. ماشي؟ اه. يلا. جيبه من هنا. شافه؟ اي شافه. اعيده. افتروا. افتروا افتروا افتروا. يلا باعوا عليه. يلا 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 اخر ايدك. يلا. اي حكايه راح تحكي يخسرون. اي. خلي يلا بيته يلا بيته من المحبس. لبسه. بوت. يلا راح ابيته مره ثانيه. يلا راح. يلا بات اخذه قول له هذا محبس بيدك تاخذه من عندك بات. بات ارجع على اعطيني والد. اي ولد عم. ولد عم اعطيني عصير غاليه.
تعلم مستاد هنا اقفلي اقفلي يمي تعال قف يمي هاي اول هديه مقدمه من عصير غاليه تستاهل جهاز كهربائي وهاي الهديه الثانيه مقدمه من شركه غاليه وما تغلى عليكم مبروك عليكم تستاهلون بس ما تشوف وين تطلقني شكرا لكم رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله الله يسلمكم مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم الى فقره شعر خلينا نشوف فقره الشعر منو اللي راح يقول لي شعر ويفوز وياي ابقوا وياي مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم الى اخر فقره هي رادلها جراه واللي تقول ما اقدر خلي تقول ما اقدر وتقول اقدر حتى تفوز جانا بالهدايا تقول اقدر ما معقول انتم تقدرون شباب يعني هنا بالله اوكي ماكو جرأه وجزء اكو جرأه فراح ابدي بيهم وانتم بين لو ابدي بيهم ايش تختارون؟ احنا مو صعبه هاي صعبه حتى تفكرون الفقره اسمها شعر تطيني شعر تاخذ جائزه لو هواكم لو ايش رمضان كريم عليكم يلا اعطيني شعر تقول لي له لا حتى حول يلا بس صار مو خوش شعر مين خالف نحاول ها نجرب لو هواكم لنعيش بلا هوا اعطيني المايك اشعر هو هذا المي اللي يروح شنو ما ادري يلا بحر العنب ها انا اليوم هواي لك مشتاق ايه طول الليله بد ما نامت العين الله ارجع عاد مموتني الفراق ايه عمر واحد اعيشه وما هو عمرين حبيت وبلوى ابتليت ابشرك خلصوا وما بقوا عندي هواي وكل المشتريهم رخصوا بي اصافحهم واحس بطراف ايديهم غيظ كان كاتل منهم وما دافع الديه بسد بوساتهم دفنوا وش قد دنياب والحكايه الزينه تنمست تنوكني حسبالي العدد بي ثمره مني يزود وعن قله الواحد تفرق الميه بس ثالث رك الطيب القلوب اصناف والعشره الطويله تريد نوعيه حبيت انا انت حبيتوا انا لا يا ابويا هنا راح يهتف اجي يمك عندي قصيده يلا ايه اهتفني يقول بلغوها اذا اوتيتم حماها دقيقه بلغوها مني لمرتك لو حبيبتك اي وحده عادي متاكد ايوه متاكد سمعتي هي زوجتي غير قدام طبعا زوجتك حبيت عليها لو لا وشي لا بعدين اتفاهم عليها لا تمام يقول بلغوها اذا اوتيتم حماها اني مت في الغرام فداها واصحبوها الى قبري فعظامي تشتهي ان تدوسها قدماها ملات السماء بشكوى غرامي وشغلت الابرار عن هواها فقلت ماذا فعلت ماذا جنت نشقت الازهار في كل ارض يا شذاها لست مثل شذاها انا تعبت ادري بك هواي حسيت بك ها حسيت بك اجي يمكم عندكم الجرأة لو لا حسيت بك اول شيء مرحبا اهلا شلونك تمام شلونك الحمد لله الله يعزك شلون شمك الله يسلمك الحمد لله بخير الفقره اسمها شعر اذا قلتي لي شعر تاخذين هاي الهدايا شويه خلي اشوف حتى يستمتعون بعد شوية ناقصه هديه وينها انت قلت شعر احنا راح نقول لك شعر يعني لا مو انت قلت ما قلت القوا شعر القوا شعر ما نلقى شعر انت قلت شعر قلنا لك شعر شعر لا ابوذيه ولا قصيده ولا شيء الى رمانه لا ما حافظين ابد راح ارجع سهل شعر لا ماكو ابد من نام لا ما القرايه جات اجت خير من البساتين ماكو الى اي شيء لا ما عندي هسه اجت عمي هذه اجت الخير مو ماخذيها احنا بالقواعد لو القراءه وين وين ماخذيها ترى احكي قول وين ماخذيها وين ها ماخذين بس ماكو 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 زين نشيد كل شيء ماكو وطن اي شيء وطني هاي مال نازك ملائكة تعال نازك ملائكة غير تستقر استقري ما تنزل تعال هنا أنا البحر في أحشائي الدر كامن وفأل سأل الغواصة على الصدفات يا خلاص ما باقي بعد باي زين ما جاوبيني بصراحة إيه تحبي إيه شو مرة خانك ما خايني زين تقولي والله والله بس هو قال إيه ما خاف أني
بين الحلال والحرام اربع اصابع عيب عيني مش يعني شايف يعني بس سامعه. الحب صار من طرف واحد يقول لك اي طرف واحد اي الله يكون بعونك حب عليها ها هي كيف 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 تمام بين انه هنا لا تنسحبين اكو رجال ما يخون بس اكو رجال ذكي واكو رجال ضبها فضوح بس سمعت اكو رجال ذكي واكو رجال اعرف شلون يدبر نفسه هاي قاعده خذوها سمعتوها سال قاعده اكو رجال ذكي يعرف شلون يخون يدبر نفسه مو واكو واكو رجال طيب هديه طيب هديه زيد اعطيني هديه اعطيني هديه مقدمه خلي وفر المايك هيجي اعطيني جهاز كهربائي مقدم من شركه غاليه هاي الهديه تستاهل مبروك عليك وهاي ثاني هديه اعطيني اياها القصيده مالتك مال نهر ومي وشط هاك اياها خذ مرتك الثانيه اها انتوا هنا اللي ما فهمت معدكم شيء ليش ما فهمت انت متزوج؟ تحب مرتك؟ ذاك ودي لها الهدية مقدمة من مركز هاي نسل التجميل قلها روحي بدل ما اعطيك 200 دولار العنوان والتفاصيل هنا هاك الله يحفظك تعال اعطيني شركة سافو انا اخو ما تقعد اطلعكم زعلانات هاي اول هدية هاش من تراسمة ثلاث مرات بالثالث دقيقة دقيقة اعطيني بعد اعطيني هاي من سافو وهاي الهدية الأخ مقدمة من شركة سافو تستاهلين تريدين هدية لا أنت هذا رجلك طيني 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 صندوق هذا صندوق خو ما أخليك تروح هيجي زين زين أعطيكم هسه لكم الصندوق شو تريدين؟ هاي الأوراق من حقها اللي بنجي منها هذه من هالاوراق هاك إيه لا بس اطيح هاي الاسئله يبقى بس الاسئله اكو من هالاوراق؟ هاي من هالاوراق لا تطلع اي وحده زين اعطيني هذا الصندوق لا هذا مو لكم هذا مو لكم تعال 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 يمي تعال 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 ترى على الكاميرا ترى على الكاميرا تعال ترى 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 افتر 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 مع الكاميرا انتظر انتظر شو اسمك؟ ها؟ علي ها؟ علي بيصف علاوي مو بالمدرسه ها انت مو بالمدرسه؟ ليش عربي؟ ما يعرف ما يعرف عربي تركماني ها حبيبي لا عاد هاك هذا هديه مقدمه من شركه غاليه شو اسوي بقى حبيبي؟ خذه اركض الساحه منا 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 نقاش ما روح زين هسه اكو تعال يمي اول شيء اول شغله شو رايكم بالبرنامج؟ حلو مقدم البرنامج لا انت روحك حلوه صراحه فاحنا نحب نشارك لانه انت حلو تسوي الجو تسلم برنامج حلو اجتماعي حبيتي كلش رمضان كريم عليكم ان شاء الله مقدمه الجميع ان شاء الله يعلم محمد زين من انت راسك ثلاث سنين تعال يمي اقفل هنا ها خلاص سويت فيا تعال يمي تعالي شو اسمك قلتي لي؟ فاطمه بيصف فاطمه؟ ثاني متوسط لو خيروش بين امك وابوك وقلت لك اختاري من واحد لاثنين انا اختار المن تختارين؟ امي ليش؟ اي اطلع بها اكثر شيء ها هنا الحكي زين لو خيروش بين امك وابوك شنو تختارين؟ لا امي وكلش امي يعني والله انا ابوسك من راسك بعد امي الله يخليكم اول شيء تعطيني هاي الطفله تعال 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 ها؟ لا لا خليني اقرر المايك ايش اسمك؟ بنونة مرحبا مرحبا شو انت شو اسمك؟ بلال بلال اعطيني شعر نعيب على الزمان وما العيب الا فينا هذا شعر لو قصيدة ابو ذيل او شنو؟ قصيدة مو قصيدة لا عاد هاي القصيدة ثلاث كلمات قصيدة واحدة ماشي حالي اريد هدية من هذا النوع اي هذا شلون ساكن؟ كركوك كركوك انت تروح الكركوك؟ لا لا تفضل علي السلام عليكم السلام شو عمي هات المايك نعم طيب شعر شعر حبيبي شعر بعناه الشعر الاندلسي الاندلسي انطلقوا انطلقوا ابن زيدون جاي يمدح بحبيبته
اسمها ولادة بنت المستكفي بنت الوزير. فبدأ رشون الشعر أضحى ثنائي بديلا عن تدانينا وناب عن طيبي النخيانا تجافينا بنت وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت معاقيدنا نكاد ناجي ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تعاسينا. عاشت يدك اعطيني المايك وتن مبلون شو ابني ابنك ابني نعم زيد اعطيني يا حجي هذا الصندوق إلك العصير عصير غالي هاك تستاهل هاك الزم شكرا جزيلا ما صورت يعني احنا نشكر لك شنو هذا اللقاء اي ورده مال الله شو اسمك ايش بيك بي وجهه حبيبتي حساسية مين؟ انطيق طبعا من ورا ابوك مش بس حساسية بعد تنجلطن حبيبتي من ورا ابوك انطيق سؤال جهالكم وين؟ اولادك؟ جهال منو؟ دقيقة نعم زوجت على الحب ولا زوج تقليدي؟ لا على الحب كم مرة خاين زوجتك؟ ابد متأكد؟ متأكد مليون ابصم بالعشرة خاين شلون لا؟ ابصم بالعشرة ها والله حياكم الله تحياتي لكم تستاهلون حبيبي حياكم الله يا اهلا بكم مشاهدينا الكرام الله يحفظك يا حبيبي يا صهيب انتهت حلقة البرنامج جرهم كلش نقول لكم رمضان كريم والله اكرم عليكم وعلى كل متابعي ومشاهدي قناة سامرة الفضائية شكرا علي الحسني شكرا صهيب شكرا لشركة غالية وما تغلى عليكم شكرا شركة سافو شكرا مثلجات جيلاتو واكيد مركز هاينس فاستمتعوا بشهر رمضان بأجمل برنامج جرام كلش لكم بالتقديم خطاب القصاب وكلكم إلى اللقاء.